في البداية تردد هانك في القيام بهذه الخطوة، لكنه اليوم بات مداوما عليها كل صباح. فطريقة المشي بأحذية حديدية التي يفوق وزنها 200 كيلوغرام ولو لمسافات قصيرة أصبح تقليدا لدى هانك، بل تعداه حتى لسكان المنطقة نظرا لما يقال عن العملية أنها تساعد في تنشيط الدورة الدموية ومعالجة أمراض آلام الظهر والقلب. العملية سهلة وواضحة، تتطلب فقط الإرادة، فطاقة الجسم البشري تمنح قوة للقلب والدماغ عن طريق المشي، وبهذه الأحذية سوف تزداد قوتها. يسعى هانغ إلى دخول كتاب غينيس لمرتدي أثقل حذاء في العالم، استطاع به السير لمسافة 15 مترا كل يوم. فكرة هانغ دفعت الكثير من السكان لتجريب الفكرة، لكن دون المجازفة بتجربة هانغ، وإنما الاكتفاء بالسير بأحذية لا يتجاوز وزنها 10 كيلوغرام. ممن قاموا بتجريب ارتداء هذا الحذاء الحديدي قالوا إنه مهم لصحة القلب والعظام، وبعد مشاهدتي للعديد من الناس الذين جربوا جاءتني الفكرة وقررت ذلك. الفكرة تطورت في الصين عندما استحدث هانغ مصنعا للأحذية الحديدية بمختلف الأحجام والأوزان وحتى مركباتها للموضة، ليصبح الحذاء الحديدي في الصين منافسا للأحذية الجلدية.